هذا هو الكلام. بلى الثامن بلى التاسع، هذا هو الجزء. أعطونا أعطونا، هذا هو. قصة جميلة يعني، نحاول ننهيها قبل رمضان. هذا صغيرة، هذا إذا مدينا مدانا والله إني أشك. المهم خلونا نغطس. Resident Evil. يا ساتر. Now loading. Leon S. Kennedy. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus. على العموم اوكي، كنت بقطع هذا واخلي اللي بعده، لكن طالما كلها انقطعت خلاص الكل يعرفها ان كلير هنا محبوسة اصلا. خلينا نتخلص من هذا السيد بالاول، والكل اشوفه يتشكى من هذا التحكم اللي زي كذا. انا اكثر واحد خابزه ومبسوط منه احسن من الفرست بيرسون. شغلنا ولاعة يا الحبيب. مين الأخ؟ خرجي برا، خرجي. معظوظ من الزومبي. Perfect. يعني خلص دواء، يعني روح يجيبي لي. Go on. Get out of here. This place is finished. Maybe. I don't know. It might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. What are you going to do? روح انت اول. المهم قال يبقى، قال الجزيرة اختطفت وهجموا تهاجموا وما عاد صار لها داعي هي تنحصر هنا. اجابها طبعا راحت تدور اخوها السيناريو المعهود، وقال انه خلاص ما عاد في فايدة، خرجي، ما عاد في فايدة انك سجينة هنا عندنا. وجاله الهم يعني خلص دواء ورماه، يعني جيبي لي واحد فهميها. بنجيب له اذا قدرنا. هذا الحبر وهذا الرصاص، وجمع جمع من ذحين عشان لا تندم في الأخير. خلونا نطلع. ذكر الرعب أول ما نزلت ذي اللعبة، أول كيف ذي اللقطة والقلب وبالبطء. أحداث مو الحين كلها أكشن. بنزين وشرار، تعرف شو بيصير بعدين. just in case خلي معانا هذه تحسبا. يا إلهي، قال لك الزومبي شواية. نعم. لا لا، كيف جنبك المقابر يا كلير؟ أكل ودفن على طول من غير رسوم. نعم نعم نعم. لا زومبي فوق وتحت ويمين شمال، واللي يخرج من الأرض واللي يطلع من فوق واللي يتسحب واللي يوقف واللي نكز رقد. نعم وخري. لا لا لا، كيف بداية اللعبة كانت دائما محاوطينك 700 زومبي وانت ما معك الا سكينة بس. نعم
لا كنت أعدي من هذه أول. خلاص ما عاد زي أول. كهلنا كهلنا. مين هذا اللي قاعد يستهدف؟ أعرف طبعاً بس ما نبغى نحرق. إنه الدلوع ما غيره. أعطيه. ليتك أعطيتيه فراسه وفكيتينا منه من دحين. إيه؟ Don't shoot. Who are you? Huh? Not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Coming over? يلا. هذا قهر واحد عندي في اللعبة يا ناس. أص بالله ليتك سويتيها تصدقيني. عمره 17 يقولون هنا مدري قاعد مدري كم مدري يقولون عمره 30. No, I'm Claire Redfield. Nice. إيش نايس بتزوجها؟ وينه؟ I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. بالله slow you down. أنت على طول تبغين تروحين معاه على طول؟ ما تعلمنا من الماضي يا سيدة. دق المي وهي مي حميرة وراء طبعا وراء على طول تخرفنت يعني اني فكات ريزدنت البايخة وراء هذا الورع انا قال سلو مي داون انعاد خذي هذه العشبة مدري هذا ايش سنوت ولا وش يعني ولا ريحان ولا وش ولا نعنع زومبي اوكي تلاحظ كلهم مساجين وعسكر سوا سمعت فيت كان العسكري هو يومر في المسجون والان هم كلهم شلقة زومبي حمار وحمار ما في فرق شايف كيف الحياة أعطونا أعطونا جمع عشب قد ما تقدرين لأنه الفاينل بوس شيء هم يجيب الهم هنا نلاقي دجاجة ولا في الرابع والله ما فرق Prison map خذناها حتى المابس ما أعرف كيف تنفتح ما أفهم أنا الحين لا هذه تنفهم الصراحة أما ما بالجزء الثالث اللي مرة ما أفهم تويلت طبعا في هوربل سميل ها يعني إيش ريحة لافندر هذه غرفة النوم اللي متشنقل واللي متقندل واللي نايم واللي ذي الحركة كانت تفجعني يا ناس وما زالت واحد يدقدق من ورا الشباك كان وديك تدمجين ذي الثنتين يا بنت عشان نروح نمسك لنا المسدس التوأم وينه؟ اتذكر هنا في مسدس اثنين اوه معاه ها صح 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 موت موت حلفت عليك ايش رايك ما نشرد كلير احنا في الكلير الله ونخرج ونستكمل يا ساتر
من هذا الكلب العم كلبان دوغوز في كل محل يحمقون أردونا غريبة ما في اللعبة كيل لا انك طالع منه ينسحب ظاهر الدوغوز حاقدين وأعوذ بالله من حقد العم كلبان لازم نسوي بروسيس مقدم شوف الكلب تخطخيه بسرعة انتي الثانية خلوكم جنب بعض كذا نايمين هنا في واحد كمان زومبي يا الله كلير انتي زي كريس نعم Please deposit any deposit. items you have in the security box. نزل كل شيء ها؟ كل شيء لا تقول لي زرعة ما زرعة. لا زرعة عادي كيس. نزل كل شيء نزل حتى الإنك نزل حتى المسدس نزل حتى الولاعة. طب ماذا لو إنه يمديني أكسر القزاز بالزرعة؟ قولوا كيف؟ مثلا افك من هذه الكراتين والاقي لي شيء صبه ولا شيء وادمج الزرعه بالصبه ونكون حجر ولا انقلع انقلع امشي بس ولا فلسفه قاذفه اسيد ونار وبخاخ حلوين حلوين وش بكية هذه كلير activate and enhance 3D scanner هنا نحط القرص ويتم النسخ علوم عشان نقدر نروح الأول كيف نجيبه الله اني نسيت من هذا اللي قاعد يطقطق كريس ريدفيلد كريس What are you doing here? كريس ريدفيلد Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Your siblings. ايوه Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? ايش حكرو كريس امبريلا I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. بالله Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. ليه ما تقولين لأخوك يجي يساعد؟ Hey, I was just kidding. أنا kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. يا أخي بيجي يا أخي. I believe. I know. Yeah. What was that all about? Wahoo! Steve. بيجي ولا بس عشان عيلتك خانتك خلاص كل العوائل ما فيها خير انا مكرهني في ظل الناس ايش كان يطقطق هنا الورع I'm just kidding Please deposit any metallic items you have in the security box صوت كلير عندهم غير هذا الممثل الأول وصح القرص هذي نحطه هنا عشان ينسخ حطيه يا أختي حركتات الألفينات الصوت كيف نعم
اعطونا اعطونا الحين يبغى لنا الومنيوم الومنيوم نروح نجيبها لازم اتذكر فيها شيء اسمه طفايه حريق وشيء سقليف هات اغراضي بالاول يا سيده يا الهبل ليش حطيت المسدس تحت كل جزء انت لازم يحطون لك واحد يغث بوم لا ما طبعا ما ادري ليش شوف طفايه الحريق لكن للاسف ما عندنا فمضطر ناكل ونروح نعم ووو دوغوز دوغوز كل محل غثاء فجق فجق خلا تقعد كل من هنا أو صح لا لسه من وراء هنا في الزومبي الخفي ما في حد الحين لكن مو ما في حد يمديك تشوفه واقف ما كيف الناس يقولون شوف يمديني اشوف رجله ويده من فوق شوفه واقف ما هو بخفي ولا شيء يا ناس اوه يا ساتر خذ الحقيبة ما في محل طبعا يا الله شو نسوي اضطرار يا عاد لازم لسه ما في لا صندوق حفظ ولا شيء اضغط البارن طلعي قطعة الومنوم مدري ايش اسمها خلاص يا اخي انقلع خلاص شاطر 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 انت وياه خلوكم في المقابر احسن من في الحياة بدل تطقطق على الشبابيك يعني بدل جوع كذا زي حكايتي نزل كل شيء ما عدا الومنوم عادي لانها هي قالت ميتاليك وفعلا لو واحد دخل شيء ما هو بميتاليك مثلا الومنيوم حط قطعة الومنيوم هنا وانسخ يا مساخ اعطونا اعطونا دوبليكيشن كومبليت الالوي امبلم اخذناها كسر 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 قلع زومبي زومبي ووو قدرنا نشرد منهم نشرد خذ هذه وخذ العلوم خذ الطفاية اهم شيء اهم شيء الطفاية لان ما انتهينا منها وباقي في لها استعمال جدا مهم شوف الزومبي قديش صاروا حطي حطي كلير يلا 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 حاجتين المهمة اللي هي الطفاية ثاني شيء قذافة الصواريخ اللي نلقاها قدامي ونلعب بشتيف لازم تاخذها من هناك ها
ميزة ذي اللعبة إن إذا ما في خدوة وما في محل use it now use it. أفضل إني أيوزها ولا أرميها. شايفين هذا الجي واجن؟ ما هو بجي واجن عادي، نسميه جي واجن. كله في الأخير جي بلس. حط هذا البوكس هنا، نزلنا هنا عشان تقدر تمشي من فوق البنت. معظم الناس ما قد لعبوا ذي اللعبة، ما يعرفون عنها شيء. فاللي ما قد شافها بتكون له تجربة جميلة يعني. زومبي اثنين وفي واحد قدام بعد. نروح القصر. دوغوز مغلق هذا الباب؟ لا. ادخل هذا المعسكر، مدري مستشفى مدري. هذا هو، هذا هو الكلام. ميزة العاب زمان. هذا نايم، هم سويني عن اني قوم قوم، صح النوم صح النوم. ميزة العاب زمان انه فيه موسيقى، موسيقى موسكات اللي كنا فيه في ريزدنت السابع والثامن. هناك يمديك تحط احلى الساونتراكات واحلى الموسيقى وتخلي الناس تتجنن يا بيتر، لكنك فاشل بانك انقلعت من كابكوم. بس بعد ايش اكيد اثر وقعد ما عاد تيجي زي ذا الالعاب ابدا ابدا ابدا. انتهى انتهى النقاش. خذ يمين نطلع فوق، قصدي يسار. سلاح صفايل فلسفة ما لعب. بس ما أخذنا السلاح لأنه ما في دواء، ما في محل. لا نأخذ عاد مع ليش، ولو أنه قلبي يعورني كل مرة نسويها. بس هذا الباو مهم، الباو. ها ها ها. لا يا ساتر يا ساتر يا ساتر. كله كله مين هذا اللي مسك راسه وفضخه في الجدار؟ ابو يد طويلة ما اقدر اشوفه. لكن picture hanging on a wall، هذه picture مرة مهمة بعدين نزيد ناخذها. Biohazard contamination detected. Detected. Three. Emergency shutters will close. اشرد 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 اشردي. That was close. اي والله. قاعد تبدأ الطنطنة ذا الحين ما بسكت ابدا. وهذا هذا من وين نزيد ناخذ هذا البتاع؟ لكن انا هنا دخلت منفرض ادخل دحين. يلا ناخذنا السهم. زومبي تسلق. يا ساتر جاب ياكلني. ترن 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 ترن. يا الله من ضد دوغوز لازم يموتون لازم. خلاص وين ايه دوغوز ثاني؟ دوغوز دوغوز. في شيء يلمع هناك لكن ما عندنا ولا شيء، قصدي ما عندنا مساحة.
هذا قصر ألفرد. أدلع عدو قد شفته في حياتي. إيش في هنا؟ كمبيوتر. Employee ID to activate. ID number وش هو؟ رقم الهوية يعني 109. ما هو بهذا؟ طيب هنا وش فيه؟ يا سلام غرفة حفظ. خوش. على الأقل نقدر نشيل بعض الأغراض اللي ما لها داعي. نعم نعم. زي أول شيء السكينة والطفاية بعد. وهذا دسوا يا معلم للوقت الحرج. عموما يكفي كذا لليوم ونستكمل في الغد. شكراً.